إذا لمتابعة ومناقشة كل هذه التطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية والوضع الميداني أنتقل مباشرة إلى بيروت ينضم إلينا من هناك الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ ناجي ملاعب أستاذ ناجي مساء الخير وأهلا بك معنا كيف تقرأ تعقيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على آخر التطورات على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا خاصة بأنه وصف ما يجري بأنه تباطؤ عسكري نوع نوعا ما هل هذا الوصف منطقي برأيك؟ مساء النور لك وللسادة المشاهدين عمليا الأهداف التي أعلنها الرئيس بوتين في أول بداية العملية العسكرية كما أسمها عملية هي كانت يعني إزالة هذا النظام المعادي والذي أسماه نظام قومي نازي في اوكرانيا والذي غير وجه اوكرانيا. هذا الشيء نعم. لم يحصل. استخدم القوات بشكل ان ان تتوجه بشكل ارتال كبيره متلافيا الدخول الى المدن والقتال داخل المدن، يكتفي بحصار المدن والدخول الى العاصمه كييف. لم يوفق بدخول كييف لان صمود الاوكرانيين في كييف ارتد عن كييف ولم يستطع دخولها لذلك لم تكن الاهداف يعني حسنا فعل بتحديد أهداف جديدة له هي منطقة الدومباس كاملة بتحرير تلك المنطقة والتي تختزن أكثر الناطقين باللغة الروسية والذين عانوا من تغيير نظام الحكم في أوكرانيا ودفعوا ثمن طويل بهذا الموضوع. لذلك الأهداف التي أعلنها نعم، الأهداف اللي أعلنها نعم. كانت كما ذكرت يعني وهي واضحة ولكن ردة الفعل لم تكن متوقعة من الجانب الأوكراني خاصة وسط دعم غربي قوي وتحديدا من واشنطن، إلى أي مدى واشنطن سوف تستمر بدعم كييف عسكرياً؟ خاصة اليوم نتحدث عن طلب كييف صواريخ بعيدة المدى ودبابات، هل هذا ممكن برأيك والى أي مدى سوف ينعكس على الميدان؟ باختصار لو سمحت لي. نعم نعم واشنطن منذ 2014 وهي تجهز وتدرب الجيش الاوكراني اخر مجموعه دربت في 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 واشنطن غادرت واشنطن بشباط بدايه هذه العمليه كانوا 120 عسكري اوكراني يتدربون في واشنطن وكذلك درب في المانيا عن طريق الامريكيين وحلف الناتو بعض قاده الجيش الاوكراني لذلك التجهيز بالتدريب كان مستمرا وما يزال ولكن حلف الناتو يستخدم هذه البلاد كساحه معركه ويجهز كامل الجيش الاوكراني بالعتاد التقني باللوجستيه لا. وبالسلاح اليوم الناتو اعلن ان كل هذا السلاح لن يكون اكثر من سلاح دفاعي للدفاع عن اوكرانيا اذا ما تطور هذا الوضع واصبح سلاحا هجوميا قال الرئيس بوتين ان هناك خطوطا حمر في هذا الاتجاه لذلك رأينا مثلا صاروخ الهيمراس الذي زودت به أوكرانيا وهو يعني دقيق الإصابة لا تتجاوز مسافته الأربعين كيلومتر وهو ممكن أن يتجاوز 80 كيلومتر ولكن ما زود به أوكرانيا 40 كيلومتر يعني إذا شفنا المسافه ما بين خاركيف والحدود الروسيه 50 لا. كيلومتر لذلك ولكن اليوم لن يتعدى الحدود الروسيه استاذ ناجي يطالب ب يعني صواريخ باليستيه بعيده المدى لعله طبعا يطول الحديث بهذا الشان انا اشكرك على هذه النافذه على التطورات الميدانيه والعسكريه واعتذر منك لانه انتهى وقتي شكرا لك على هذه المداخله من بيروت الخبير العسكري والستراتيجي السيد ناجي ملاعب شكرا جزيلا لك